ازيك؟ انا موني. انت مين؟ انا روني. انا نوع من اسماك قرش التور، بس اوعى تخاف. طب ينفع اسالك سؤال؟ اسال. هو انت بتعيش فين؟ انا بعيش في كل انواع الميه، يعني بعيش في الميه المالحه اللي فيها ملح كتير، وكمان في الميه العذبه. الميه العذبه يعني اللي محليه او يعني ما فيهاش ملح، زي اللي انت متعود ان انت تشربها. طيب بتاكل ايه؟ انا باكل الاكل كله. ليه؟ لان انا اصلا باكل في الليل والنهار، وكمان لان الميه بتاعتي ما فيهاش ناس كتير، فانا بقدر اكل كل الاكل اللي موجود. طب هو لونك ايه؟ بص يا سيدي، انا من فوق انا ظهري غامق، يعني ظهري من فوق اسود وبطني من تحت لونها فاتح وابيض. هو لونك بيساعدك ازاي؟ ده سؤال حلو قوي. انا لوني بيخلي اللي فوقية ما يشوفونيش، يفتكروا ان انا بس ظل، واللي تحتية بيبقى عندي انعكاس شمس، فانعكاس الشمس بص كده بص، فما يبقوش شايفيني كويس لان الشمس بتنعكس عليا وما يشوفونيش. انا مبسوط ان انا تعرفت عليك خالص. باي باي يا موني، هتوحشني قوي. ابقى تعالى زورني. باي. انا اتعلمت النهارده يا اصحابي ان قرش الثور بيغير لونه، وده اسمه التباين اللوني. باي باي يا اصحابي، ما تنسوش سبسكرايب ولايك. باي، نشوفكم الحلقه الجايه.